هما توفر قسم خاص لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات التعليمية في الوطن، إلا أن هناك جملة من النقائص والمشاكل، وعلى رأسها الأساتذة البعيدين كل البعد عن التخصص المطلوب. زميلة هاجر زليلف تنقلت إلى أحد الأقسام في مؤسسة تعليمية هنا في الوطن وعادت لنا بالتالي. بموجب اتفاقية بين وزارتي التربية والتضامن الوطني، يفتتح على الأقل قسم بالمؤسسة التربوية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. وجهتنا كانت إلى عين البنيان بالعاصمة في متوسطة بها قسمين سمعي، أحدهما بتعداد 8 تلاميذ والآخر ب12 تلميذ، يؤطرهم أساتذة خارج التخصص. عندي زوج كلايس، كلاسة دوز ياماني وكتر ياماني هنايا، وتانيك عندي في الليسي تانية ثانوي، عندي ليسونس في الحقوق. صعوبات التعلم لدى هذه الفئة من التلاميذ دفعت بالأساتذة إلى التساهل معهم في الفصول، لكن في الشهادة تقع الكارثة. فاتت لدبت 13 منعة بيام دبت 6. شتهم باللي كيما نقول لك ما يديروش مجهود، مانيش نشكر راني حنايا هنايا، حنايا ما نعطولهمش نعطولهم النقاط تاعهم، على بالنا باللي كان الفرق كي جاب 13 و6 المعدل ماشي تاعو 13 هذيك. ونحن في قسم سنة رابعة متوسط، إذا بنا نجد أستاذة الإنجليزية في آخر الصف تنتظر دورها، فأبينا إلا أن نتوجه إليها قصد معرفة مكانة اللغات الأجنبية لدى هذه الفئة لتفاجئنا بالواقع الأليم. هذيك لا تخادكسيون هذيك من لونجلي العربية ولا الفرنسي دي شوية أنت بيبا اكسبليكي كالكو مو بأن جيست، وإن شيرش هكذا يعني إكيفالون سي فريمون ديفيسيل. واقع مرير ذلك الذي تعيشه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات التربوية، فهل تعلم وزيرة التضامن بهذا الواقع بعيدا عن التقارير التي تصل مكتبها؟